عملية الحفظ هي مثلا عملية قبض اليد. قبض اليد دي مثلا شيء بيذكرنا ان انا لما اقبض اليد، ده نوع من الرابط ان انا عشان اتذكر شيء معايا. مثلا عايزة اقول انا عايزة منساش اخد معايا كذا المفتاح مثلا، فاربط المفتاح بقبض اليد. فوانا بقول اوعي تنسي مثلا تاخدي معاكي المفتاح، اروح عاملة القبضة دي. دي اسمها الرابط. مجرد بس دي بتربطني بحاجة بالمفتاح، يبقى إن شاء الله هتذكرها أسهل. اليد اليمنى هتبقى بالنسبة لي الكود أو الرابط إن أنا هربط دي بحفظ المفتاح، لأن أنا لازم أتذكر أخد معايا المفتاح. واليد اليسرى عشان أسترجع أقول يا ترى أنا كان المفروض أخد إيه معايا، بفتح أو بقبض يدي اليسرى، فهنا بتذكر بعمل عملية استرجاع. دي كلها وسائل. طبعا في وسائل تانية ان انا بعد ما اقرأ المعلومة ان انا ابتدي اتمشى. عملية التمشية ان انا اركز، بستخدم العقل الشق الايمن. اذا في نوع من الاسترخاء، في نوع من استرجاع المعلومة. اذا الراحة دي، فترة الراحة بتساعدني انا اتلقي المعلومة وانا اتمشى، اتلقي المعلومة وانا اتمشى. فسبحان الله عم يتمشي رايح جاي عمال يحفظ شيء معين. دي برضو وسيلة إني لتسهيل الحفظ.